عليكم اخوتي المغاربه، انا اختكم، انا بنتكم. المشكل اللي طرى لولدي ولدكم واخوكم هذاك. انا خويا هاجرت للدول الاوروبيه 2016، جيت على ليبيا، جيت حارقه 2016، مشيت باش نحرق، حرقت اخوتي معايا 800 ديال البشر اللي طلعنا في داك الباطو. ماتت معايا 250 واحد، هاكا كنشوف فيهم هاكا ميتين. اوكي، وصلت للطاليان، اختكم اللي كتشوفوا فيها هذه باتت في الزنقه في الطاليان، حيت ما عنديش العائله. ما عند اوروبا واخا كتكون عندك العائله، ما كاينش اللي يعقل عليك. ناس في الزنقه، اختكم هاد اختكم هذه اللي كتشوفوا فيها حامله، نعست في الزنقه. اوكي، مهم اخوتي، جلست اخويا شي جلست بزاف في ايطاليا، قول بحال تقول جلست سنتين اللي جلست في ايطاليا. من بعد مشيت لالمان، من لالمان جيت لهولندا. هولندا خويا مشيت باش نقدم، ضروري هولندا ما تقدرش تعيش في النوار هنايا، كتمشي تقدم اللجوء. قدمت اللجوء، قالك انت يا دولتك امنه، ما كيشوفوش فيك كانساني، كيشوفو فيك كبلد امن. جلست انا، قلت نجلس مع ولادي، نشد ولادي نحضيهم، جلست مع ولادي، قلت المراه فوق موفرين لنا سكن، موفرين لنا. اختكم جلست صبرات، جلست صابره، حتى وقعت لي هاد الواقعه هادي نهار السبت من الساعه 8، 9 السوايع ولدي مختفي. من الساعه 8 ما لقيناه حتى الربعة ديال الصباح. شكون اللي غادي يلقاه؟ غادي يلقاه كلاب بوليسيه. ولدي معرض لحادث، محاوله الاغتصاب، محاوله القتل. وانا كناشد خوتي المغاربه، كناشدكم، بغيتكم تعاونوني. اختكم تبهدلات بزاف، انا تكرفصت في المغرب بزاف، خدمت. يعني الحاجه اللي كتصورها في دماغك عملتها انا، حيت انايا كنحس قويه. جلست اخوتي صبرت، من صبرت اخوتي وهي توقع لي هاد الفاجعه اللي وقعت لي اخوتي المغاربه، كناشد الملك ديالنا، كناشد السلطات المغربيه، كناشد اخوتي المغاربه اللي داخل الوطن وخارج الوطن، كناشدكم اخوتي ما توقفوا معايا. ولدي راه باقي كوما، انا راني جيت ستريس. ولدي ما نكذبش عليكم اخوتي المغاربه، ولدي راه في حاله ما بين الموت والحياه، وبغيتي تاخذ لي حقي لولدي هنا في هولندا، حيت ولدي تضرب هنا في هولندا، ولدي تغتصب في حياته هنا في هولندا. هو ما عندوش اغتصاب، ولكن ما لقاولوش الوقت باش غادي يغتصبوه، ولكن كانوا باغيين يقتلوه. يعني هاد الكريمينال اللي بغاو يقتلوا لي ولدي، يعني كانوا باغيين يقتلوه، باغيين يصفيوها ليه. خوتي المغاربه، حتى اللي ما بغاش يعاونني يعاونني، يدير يدو ويقول يا ربي هذاك الولد يخرج من الغيبوبه. خوتي المغاربه، ولدي راه باقي تحت العنايه المركزه، وراه باقي خوتي المغاربه مازال ما فاق، ولدي باقي كوما، واليوم سيمانه وهو كوما، من نهار الدواء وهو كوما، ومازال خوتي مازال ما حل عينيه، ومضروبه خوتي، عنده كل وجهه مهرس، النيف مهرس، الجبهه مهرسه، الوجه كله مهرس، والفم ديالو خوتي كله مهرس، وكله عنده راه معرض كله للعنف. خوتي المغاربه، هذاك راه خوكم وهذاك راه ولدكم، بغيتكم كلكم تجيو معايا، وبغيتكم كلكم تضامنوا معايا. خوتي المغاربه، راني مقروحه خوتي المغاربه، مانيش نرقد ليل ونهار، بغيت الحق ديال ولدي. خوتي المغاربه، كنترجاكم اخوتي المغاربه، راه اللحم الى خناز يهزوها ماليه، وانا عارفه اخوتي المغاربه راكم كلكم ضامنين معايا. وانا اخوتي المغاربه اللحم الى خناز يهزوا ماليه. اخوتي المغاربه كنترجاكم اخوتي، لا داخل الوطن لا خارج الوطن، انا مزوقه فيكم، عاونوني عاونوني، انا مزوقه فيكم عاونوني. هاد الناس هادو مانيش عارفه اخوتي، كنحس بهم براهم باغيين يسكتوا لي على القضيه ديالي، حيت ماشي هولندي، حيت ولدي مغربي، مغربي وما عندوش الوراق. ولكن واخا مغربي وما عندوش الوراق، بغيت الحق ديالو يبان، وبغيت الصوت ديالي يمشي حتى للملك. كنترجاك سيدنا، بغيتك توقف معايا سيدنا، ولدي ياخذ الحق ديالو ماشي في المغرب، بغيت ولدي ياخذ الحق ديالو هنا في هولندا.
حيت هنا التضرب هنا في هولندا ومحاوله الاغتصاب. داكشي اللي كنت خايفه منه من المغرب طرا ليا هنايا في هولندا، داكشي اللي هربت منه من المغرب طرا ليا هنا في هولندا. كنترجاك سيدنا، بغيتك تسمع الصوت ديالي وبغيتك تعاوني وبغيتكم كتشوفوا فيا كانساني. انا هربت من الحقره وهربت من التشرد، جيت لقيتو هنايا. انا كان كنحسب لي هاد التشرد اللي غادي نتشرد فيه هنايا وهاد القتيله اللي غادي تقتل ليا ولدي هنايا، نجلسها في بلادي، نجلسها في البلاد، في بلادي تقتل تما في البلاد. حشومه هادشي، علاش هادشي باغيني تستروا ليا عليه؟ انا ما بغيتش نتستر، انا هادشي بغيت يشوفوا كلشي. وباقي عندي ما نقول لكم، انا مانيش باغا نهضر دروك، انا باقي عندي ما نقول لكم اخوتي المغاربه. كنترجاكم اخوتي المغاربه.